بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الفيديو راح نتدرب شلون نسوي مكان أو مساحة حق الطلاب ممكن من خلالها يسلمون الواجبات. أول شيء راح نروح على assignments اللي هي الواجبات، راح أختار المقرر تعليم إلكتروني، أضغط next أو التالي. بعدها راح create، أضغط create، راح أقول له assignments. هني راح اكتب اسم الواجب، مثال واجب تصميم. هني اذا عندي اي ملاحظات او شروط ودي اكتبها ممكن اكتبها في هذه المساحة، او حتى لو عندي الشروط هذه موجودة في ملف وورد وابيهم يشوفونه، او حتى ممكن احط لهم اكزامبل على الواجب فممكن أحطه هني، أرفعه من الملفات اللي عندي وأحطه في هذا المكان. هني كم درجة على الواجب؟ مثلا أنا بحط عليه 5 درجات. أعد روبريك، يعني هذه شغلة إذا كان عندكم روبريك معين تفصيل الدرجات راح أحط نيو روبريك. فهني أحط شنو عنوان الواجب والبوينتس أبدي أوزعها هني، وهني الديسكريبشن حق كل بوينت. فهذه إذا كان عندي روبريك ممكن أضيفها من هذا، إذا بضيف نقاط أكثر من هني وإذا بزيد أيضا نقاط من هني. فهذا بالنسبة للروبريك. أنا ما راح أحطه، راح أحط الأوفر أول. طبعا هو راح يروح حق كل الطلاب الواجب هذا. هني راح أحط الديو ديت، متى تسليمه، راح أحطه مثلا 13، وهذا الوقت اللي راح يسلمون فيه. إذا بعدل على الوقت ممكن أجي من هني، أنا أحط لهم يسلمونه قبل 12 بالليل. هني ودي بعض الأشياء أنوه عليها. إذا أنا مثلا عندي أبي أحط سكاجول تو أساين إن ذا فيوتشر، يعني ما أبي الحين يطلع الواجب، أبي في المستقبل يطلع عندهم مثلا بعد 3 أيام 4 أيام من هني، أو ديو ديت متى آخر يوم للتسليم أيضا راح يكون هني. كلوز ديت، إذا حطيت هذه كلوز ديت ما حد راح يقدر يسلم عقب ما يسكر الواجب، لكن هني ممكن يسلمونه مسموح، ممكن يعني أخصم منهم درجات إذا تأخروا الطلاب. طيب أنا راح أخليها نفس ما هي كذي يكون خالص. إذا خلصنا راح أضغط Assign. الآن الواجب موجود عندي هو واجب التصميم. لو رحت إلى Teams راح أروح للمقرر، مقرر التعليم الإلكتروني. راح انتظر شوي راح يطلع طلع عندي الواجب. يعني في جنرال راح ألقى الواجب موجود كهو واجب التصميم. طبعا View Assignments بشوف الواجب هني. إذا بعدل على الواجب يمكن شيء غلط، أو بعدل معلومة، أو بزيد الوقت أو أغير الوقت، أضغط Edit. طبعا أنا ما راح أغير شيء، بعدين Update. شلون الطالب راح يشوف الواجب؟ الطالب راح يشوف الواجب بالطريقة هذه. فهذا بالنسبة للواجبات في مايكروسوفت تيمز. شكرا لكم ويعطيكم العافية.